أدعو فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لإلقاء كلمتي. من الرحيم صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الشقيقة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، ملوك ورؤساء وأمراء الدول والحكومات العربية، معالي السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في البداية أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة المعهودين، وعلى ما لمسناه من جهد وحرص بالغين لتوفير كافة السبل لنجاح هذه القمة الهامة تحقيقا لما فيه صالح أمتنا العربية. كمؤكد لجلالته دعم مصر ومساندتها الكاملة خلال فترة رئاسته للقمة العربية، واثقا فأن خبرته وحكمته ستساهمان إيجابيا في تدعيم أواصل العلاقات بين مختلف الدول العربية. كما يسعدني أن أتوجه بجزيل الشكر والامتنان لفخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس جمهورية موريتانيا الشقيقة على جهوده وجهود دولته خلال رئاستها للدورة السابقة من القمة العربية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، تنعقد قمتنا اليوم في ظل تحديات جسيمة تواجه المنطقة بأسرها، تحديات تستهدف وحدة وتماسك الدول العربية وسلامة أراضيها وتهدد مقدرات شعوبها ومصالحها العليا. تنعقد هذه القمة وتتطلع معها أنظار شعوبنا لموقف قوي يستعيد وحدة الصف العربي للوقوف بحسم في مواجهة الأخطار التي طرأت على منطقتنا خلال السنوات الماضية، فأضعفت الجسد العربي حتى بات يعاني من تمزقات عدة، وأصبح لزاما علينا أن نتصدى للتحديات التي نواجهها برؤية واضحة وإصرار كامل على تعزيز أمننا القومي والحفاظ على مستقبل الأجيال المقبلة من أبنائنا وبناتنا. الأشقاء الأعزاء، على مدار السنوات الماضية تركزت التحديات الجديدة التي عصفت بوطننا العربي في انتشار الإرهاب وتزايد خطورته وفي إضعاف كيان الدولة الوطنية، بل في تحدي فكرتها الأساسية كوطن جامع لأبنائه وموتقة تصهر الثقافات والطوائف والمذاهب المتعددة في ولاء واحد لوطن واحد. فرأينا ضياع الاستقرار عندما ضعفت المؤسسات الوطنية، وشهدنا انتشار الترويع للآمنين عندما حلت الصراعات الطائفية والمذهبية محل التعايش المشترك، وتزايدت التدخلات الخارجية في شؤون الدول ومصائر شعوبها، وسرعان ما استغل الإرهاب الآثم الفرصة ليملأ الفراغ الذي نتج عن عدم قدرة مؤسسات الدول على القيام بدورها الأساسي في حفظ الأمن وتطبيق القانون. لقد تزايد الإرهاب وهدد حياة الملايين من البشر في وطننا العربي وفي العالم أجمع، وأصبح يمثل ظاهرة عالمية لا يمكن التهاون معها أو القبول في شأنها بأية تبريرات. وأصبحت العلاقة بين الإرهاب وبين تهديد كيان الدولة الوطنية علاقة تفاعلية، فكلما قويت شوكة الإرهاب ضعفت الدولة، وكلما ضعفت الدولة تمدد نفوذ الإرهاب. ومن هنا يتحتم علينا العمل على مسارين متوازيين في ذات الوقت، نحارب الإرهاب ونتصدى له بكل الحسم والقوة في الوقت الذي نبذل فيه أقصى الجهد لتسوية الأزمات القائمة في المنطقة واستعادة الأمن والاستقرار فيها من خلال تمكين وتعزيز مؤسسات الدولة الوطنية لتقوم بمهامها المنوطة بها. ولا يخفى عليكم أن مواجهة الإرهاب ليست بالأمر الهين، فهو كالمرض الخبيث يتغلغل في نسيج الدول والمجتمعات ويتخفى بجبن وخسة
لذلك فإن مواجهته يجب أن تكون شاملة، تبدأ من الحسم العسكري وتستمر لتشمل العمل على تحسين الظروف التنموية والاقتصادية والمعيشية في بلادنا وبشكل عاجل وفعال، والتصدي للفكر المتطرف على المستوى الديني والإيديولوجي والثقافي من خلال تطوير التعليم وتعزيز دور مؤسساتنا الدينية العريقة وعلى رأسها الأزهر الشريف لدحض الأفكار المتطرفة التي تبثها المنظمات الإرهابية، بحيث يتم من خلال منظومة فكرية وثقافية متكاملة نشر وإعلاء قيم الدين السمحة وتعزيز مبادئ المواطنة والتسامح والتعايش المشترك، حتى تصبح أفعالا وممارسات مجتمعية راسخة لا تترك مجالا من جديد لقوى الظلام تلك أن تنمو وتنتشر. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إنه لمن دواعي الأسف أن نرى بعض القوى تستغل الظروف غير المسبوقة التي تمر بها منطقتنا لتعزيز نفوذها وبسط سيطرتها، فقامت تحت مسميات وتبريرات مختلفة بالتدخل في شؤون الدول العربية، سواء من خلال التدخلات السياسية أو العسكرية والأمنية، لا يعنيها في سبل تحقيق ذلك أن تتفكك مؤسسات هذه الدول أو أن تتهدد وحدة أراضيها وسلامة شعوبها. وأقول لكم بكل الصراحة والصدق إننا يجب علينا جميعا اتخاذ موقف واضح وحاسم إزاء هذه التدخلات، موجهين رسالة قاطعة بأننا لن نسمح لأي قوة كانت بالتدخل في شؤوننا، وأن كافة المحاولات التي تسعى للهيمنة المذهبية أو العقائدية أو فرض مناطق نفوذ داخل أراضي الدول العربية ستواجه بموقف عربي موحد وصارم، عازم على حماية مؤسسات الدولة الوطنية وقادر على صيانة مقدرات الشعوب العربية والوفاء بحقوقها في العيش الكريم والتنمية. الأشقاء الأعزاء، لعل الحالة الأكثر وضوحا للأزمات التي تواجه منطقتنا هي المأساة المتواصلة التي يعيشها الشعب السوري الشقيق والعزيز، والمعاناة الإنسانية الهائلة التي يعيش فيها، وهو واجه التحديات الجسيمة في تلبية التطلعات المشروعة نحو الحرية والكرامة والعدل. في الوقت الذي ينتشر فيه الإرهاب والاستقطاب الطائفي والمذهبي في ربوع الدولة السورية التي تشهد تدخلا خارجيا غير مسبوق في شؤونها ومقدرات شعبها، ورغم عمق المأساة فإن الأسابيع الماضية قد شهدت تطورا إيجابيا تمثل في استئناف المفاوضات في جنيف بعدما يقرب من عام على توقفها، فضلا عما تم التوصل إليه من اتفاق على جدول أعمال موضوعي وبزوغ إمكانية للخروج من السجال العقيم حول القضايا الإجرائية لمناقشة جوهر المشكلة وفرص تسويتها على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ودعوني أؤكد في هذا السياق أن الحل السياسي للأزمة السورية هو السبيل الوحيد القادر على تحقيق الطموحات المشروعة للشعب السوري واستعادة وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية والحفاظ على مؤسساتها الوطنية والقضاء على خطر الإرهاب والمنظمات المتطرفة وتوفير الظروف المواتية لإعادة إعمارها وبنائها من جديد. لقد ساهمت مصر ولا تزال في مختلف الجهود الدولية التي تم بذلها لحل الأزمة السورية انطلاقا من مسؤوليتها التاريخية والقومية، وستظل مصر متمسكة بالحل السياسي التفاوضي وبدعم المسار الذي تقوده الأمم المتحدة في جنيف. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، لا تزال الأزمة الليبية مستمرة لعامها السادس، ولا يخفى عليكم مدى اهتمام مصر وحرصها على استعادة الاستقرار في هذه الدولة الشقيقة التي تربطها بمصر علاقات جوار مباشر وصلات شعبية ضاربة في أعماق التاريخ. ورغم توصل الأشقاء الليبيين إلى اتفاق سياسي في السخيرات في عام 2015 لإنهاء الأزمة، إلا أن الخلاف لا يزال قائما حول سبل وآليات تنفيذه، وهو ما يعكس أهمية مواصلة العمل نحو تشجيع الأصدقاء في ليبيا على إيجاد صيغة عملية لتنفيذ الاتفاق السياسي والاستمرار في مناقشة النقاط والموضوعات المحدودة العالقة
التي تحتاج إلى التوصل إلى توافق حولها بين الأطراف الليبية. ولن تدخر مصر جهدا في سبيل دعم جهود التوصل إلى حل ليبي توافقي، وستستمر في التعاون مع دول الجوار، دول جوار ليبيا ومختلف القوى الدولية والإقليمية والأمم المتحدة والجامعة العربية من أجل الدفع قدما بمسار التسوية السياسية بدون تدخل خارجي، حتى يتمكن الشعب الليبي الشقيق من استعادة أمنه واستقراره، ويقضي على الإرهاب والتطرف، ويحفظ وحدة الأراضي الليبية وسلامتها الإقليمية ويصون مقدراتها. السيدات والسادة، إن مساعي قوى الظلام والإرهاب لتفكيك الدولة الوطنية بجميع أرجاء الوطن العربي لا تزال مستمرة، بل امتد تهديدها عبر السنوات الماضية إلى اليمن الشقيق الذي ما زال يعاني من دعوات الاستقطاب المذهبي والطائفي. وتجدد مصر التزامها بدعم اليمن ومؤسساته الشرعية، كما أنها حريصة على تقديم العون الإنساني وتأمين وضمان حرية الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر. وتؤكد مصر أيضا أهمية التعجيل باستئناف المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي على أساس قرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. ومن جهة أخرى، فإن العراق الشقيق يواجه بشجاعة الإرهاب وقوى الظلام، وأود أن أعرف في هذه المناسبة عن دعمنا الكامل للعراق الشقيق في حربه ضد التطرف، والتي قطع الشعب العراقي الباسل فيها أشواطا كبيرة نحو استعادة سلطة الدولة الوطنية، وبات قاب قوسين أو أدنى من الإعلان عن تحرير كل المناطق التي استولى عليها الإرهابيون. وترى مصر أن المعركة التي يخوضها العراق الشقيق ضد داعش هي معركتنا جميعا، نحارب فيها من أجل هويتنا ومستقبل أبنائنا وحقهم في العيش في وطن آمن ومستقر يحترم التنوع ويرفض التطرف ويعلي قيم التسامح وقبول الآخر. وعلى قدر أهمية نجاح العراق الشقيق في معركته ضد الإرهاب في الموصل، فإن الجهود الدؤوبة التي يشهدها حاليا لتحقيق المصالحة الوطنية والمجتمعية بين مختلف مكونات الشعب تعد أيضا ضرورية من أجل استعادة الدولة الوطنية. وستدعم مصر كل جهد لتحقيق هذين الهدفين، وترحب بكل خطوة تستعيد العلاقات الطبيعية بين العراق وسائر أشقائه العرب، بما يعيد لهذا البلد الشقيق والمحوري دوره الطبيعي في منظومة الأمن القومي العربي والعمل العربي المشترك. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، تظل القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى والمركزية في قلب وعقل كل عربي، وإنه لمن دواعي الأسف أن تستمر عصية عن الحل على مدار عدة عقود. ومع استمرار هذا الوضع الذي نرفضه جميعا، تتصاعد حدة ووتيرة الأزمات التي تعاني منها الدول العربية والعالم بأسره. لقد سعت مصر ولا تزال إلى التوصل إلى حل شامل وعادل لتلك القضية، يستند إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقدمت كل نفيس وغال في سبيل دعم الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال والمعاناة التي يمر بها هذا الشعب الشقيق، من منطلق مسؤولياتها تجاه القضية وتجاه أمتها العربية والإسلامية، كما تسعى جاهدة من خلال تواصلها مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لاستئناف المفاوضات الجادة الساعية إلى التوصل إلى حل عادل ومنصف يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق الأسس والمرجعيات الدولية المتفق عليها. وتجدد مصر التزامها الكامل بمواصلة السعي نحو التوصل إلى حل لتلك القضية، يستند إلى موقف الدول العربية الساعي لإرساء السلام في تلك البقعة الغالية، انطلاقا من مبادرة السلام العربية وبما يعزز من الاستقرار في كافة أنحاء المنطقة والعالم، ويساهم في بدء عملية تنمية حقيقية تلبي طموحات الشعوب العربية وتطلعاتها لعيش حياة كريمة مزدهرة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، تؤمن مصر بأن العمل العربي المشترك هو أساس الحل
لمختلف القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة العربية. ومن هذا المنطلق سعت خلال العام الماضي باعتبارها الممثل العربي في مجلس الأمن إلى تنسيق المواقف بين الدول العربية وتسليط الضوء على مختلف القضايا التي تهم المنطقة ووضعها في صدارة أولويات المجتمع الدولي. إن استعادة الجسد العربي لعافيته أصبح أمرا حتميا لمواجهة ما يهدد الأمة من مخاطر، وفي سبيل تحقيق ذلك فإنه لا غنى عن مؤسسات العمل العربي المشترك وعلى رأسها جامعة الدول العربية التي سعت منذ تأسيسها إلى تحقيق مصالح الدول العربية وشعوبها. وفي هذا الإطار تؤكد مصر دعمها الكامل لجهود الأمين العام في تطوير وإصلاح الجامعة العربية، تلك الجهود التي تهدف إلى استعادة التنسيق بين الدول الأعضاء وتعزيز العمل العربي المشترك بما يحافظ على وحدة صف الدول العربية التي تتشارك معا في ذات الأهداف والطموحات. وفي الختام لا يسعني سوى أن أجدد شكري لأخي جلالة الملك عبد الله الثاني والمملكة الأردنية الشقيقة على استضافة أعمال قمتنا العربية التي نأمل جميعا أن تساهم في صياغة واقع جديد ومستقبل أفضل لكافة الشعوب العربية. وفقنا الله جميعا لما فيه خير بلادنا وشعوبنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.